يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن البخاري رحمة الله عليه قد نقل عن يحيى في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن أنه الظاهر والباطن علما، فهل هذا من التأويل؟ نعم، الرسول فسر الآية فلا حاجة إلى تفسير أحد، لا حاجة إلى تفسير أحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، فلا تفسير لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.